الكثير من الطلاب الذين يتعلموا في أكاديميتنا تتوجه إلينا بأفكار لمنتجات يريدون بيعها على موقع أمازون. قسم منها أفكار رائعة، ولكن يوجد عدد من المنتجات مفضل عدم بيعها على الموقع. وفي هذا الفيديو سأطلعكم ما هي هذه المنتجات. مرحبا، أنا رضا عازم من كام بوست أكاديمي. في موقع أمازون يوجد قوانين واضحة بخصوص المنتجات الممنوع بيعها على الموقع، يمكنكم تفحصها من خلال الرابط المبين في وصف الفيديو. ولكن يوجد أيضا فئة من المنتجات مفضل عدم بيعها أيضا. من تجربتي في البيع على موقع أمازون، هذه هي المنتجات التي مفضل عدم بيعها على الموقع. أولا، المنتجات التي تستعمل على الجسم إما في الخارج أو في الداخل. في الداخل يعني مثل حبوب أو طعام أو أدوية، وفي الخارج أعني كريمات أو ما شابه ذلك. هذه المنتجات تتطلب عدة تأشيرات لبيعها على الموقع، وسيستغرق الكثير من الوقت للحصول على هذه التأشيرات. أيضا يجب أن تكون حسب تعليمات وتأشيرات الدولة، أي إذا سأبيع منتج كهذا في أمازون أمريكا سيكون المنتج ملائم لمتطلبات الدولة لهذا المنتج. ثانيا، منتجات إلكترونية. أنصحكم عدم بيع منتجات إلكترونية معقدة والتي يصعب تشغيلها والعمل بها، لأنه سينتج الكثير من خدمة الزبائن والكثير من عمليات الإرجاع. منتجات إلكترونية بسيطة لا بأس يمكنكم بيعها. ثالثا، منتجات ثقيلة أو كبيرة الحجم. أنصحكم عدم بيع منتجات كهذه، أولا لأن شحنها سيكون مكلف جدا، وثانيا مبلغ تخزين المنتج في مخازن الأمازون سيكون مكلف أيضا، وسيكون عدة صعوبات إذا كانت عملية إرجاع، وسيكون الكثير من المخاطر. يوجد الكثير من المنتجات يمكنكم بيعها، ركزوا على منتجات خفيفة وسهلة الاستعمال، وهذا سيكون سر نجاحكم. أتمنى أنني نجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم، وإذا يوجد أي أسئلة أخرى أرجو كتابتها في التعليقات وسأرد عليها بأسرع وقت ممكن. أيضا لكل من يريد أن أعلن فيديو عن موضوع معين يخص الشراء أو البيع على موقع أمازون أو موقع إيباي، أرجو كتابة الموضوع في التعليقات وأعدكم أنني سأعلن فيديو عنه. أيضا لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والضغط على سبسكرايب لمتابعة كل ما هو جديد عن عالم التجارة الإلكترونية. أتمنى لكم النجاح وسأراكم قريباً.